إذا مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر. كنتواجدوا هنا في حي غاسين منطقة المعارف، هنا واحد الحريق، ولكن الحمد لله بأن التواجد ديال الوقاية المدنية في الوقت المناسب، وكذلك التواجد ديال العناصر الأمنية والسلطة المحلية هنا، فلا خسائر في الأرواح، الحمد لله الأمور مرت بخير ولا خير، خسائر مادية ولكن كل شيء كيتعوض، فهذا هو الأهم. إذا كيف كتشاهدوا المغادرة ديال شاحنات الوقاية المدنية اللي تبقاو فقط يعني العناصر ديال الوقاية الأمنية الوقاية المدنية، فالحريق تمكنوا منه الحمد لله، ما كاينش خسائر في الأرواح، هذا ما يهم. كذلك التقنيين ديال شركة ليديكس هما اللي وصلوا لهذا المكان، لأن دائما الاحتياطات فكيتم اتخاذها، وقلت بأن لا خسائر في الأرواح، فقط خسائر مادية غادي تعوض، أكيد أن الأرواح هي الأهم. هذا الشيء في حي غاسين، كنقربكم فقط يعني غير من الصورة، لأن الحريق في الأول كان مهول، ولكن رجال الأمن تمكنوا من إخماده.